Hola, ladies. How are you? Okay. Omar, what happened there? I think it's with the air tank. Nothing? Michelle got thrown in the pool. Michelle? Laloa. واخا واخا هادو اللاعبين الدوليين وي 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 انا شكون اللي جانا كي داير يا الراجل لاباس عليك بخير الحمد لله هني هذا اللاعبين الدوليين كي داير حبيبي كي داير حبيبي كي داير صحة لاباس كي داير الله يسلمك اهلا كي داير سمونا حول الميطال الاولى ديال هذه المقابلة هاد المقابلة غتكون صعيبة شوية لأن خسرنا الترشيح وهاد المقابلة تاعد الشوط الثاني غادي يكون ريلي ريلي غيكون هار شنو هي الحاجة اللي غتركزوا عليها نتوما؟ وغادي نلعبوا الديفينس الديفينس عندهم لاعب خطير سميتو سيدريس راه خصنا نديروا عليه الدبل تيم نشوفوا اللاعب الدولي هنايا سي علي شكرا سي علي كنتقلوا الآن اخويا نشوفوا الارتسامات ديالك احنا اللي بغينا اسمح لنا شنو المعلم عيط كيفاش جينا هنا باش نحاولوا نساعدوا الفريق الوطني المغربي ونديروا مجهودات باش ما كان وانتم كان عندكم الهجوم شويه ضعيف احنا نعولوا على اللاعب الدولي اللي جا من فرنسا جيبوا نديروا معاه شي جواب اللاعب الدولي ديالنا هو جا من فرنسا نحن نعولوا عليه اجي تكلم خويا انت واش انت هو اللاعب الدولي يلاه جيت لفرنسا فرنسا وي انا عيبي في هيير انا ما بدرني انا بدرني ما بدرني rien alors rien on a fait du couscous et des vegetables ouais نشوفوا احنا حسن انتم هما الفائزين ديال الشوط الاول يعني شنو نقول لك على هذه المقابله يعني لا يمكن ان تتصورها وتتخيلها دابا انتم يعني في الشوط الاول تركزتوا شويه على الهجوم الهجوم عندكم مزيان الشوط كله قصار وهذا الشوط الثاني شنو غتركزوا ضربنا ثلاثه ديال الفوينت شوط ضربنا 3 بوينت غير بهذا الصبيع هذاك صغير ولكن هذا الشوط الثاني اش غتركزوا عليه الشوط الثاني غادي نديروا التقنيات تقنيات يعني تدخل بالكره الى الهول وفين هو الاربيت واش الاربيت كان خدام معاكم الاربيت ما هو بان لي واش الاربيت ولا كيبيع سيكوك وحده في جوج وهذا الاربيت لا كوزي مارك ايش يلا